على مدى الأعوام الماضية تحولت محافظة جنين إلى بؤرة الإرهاب والإرهابيين، لا سيما مخيم جنين. تعالوا نفحص المعطيات والأرقام عن الإرهاب داخل مخيم جنين. فمنذ العام 2022 ارتكب العديد من المخربين الفلسطينيين من داخل مخيم جنين عمليات إرهابية داخل إسرائيل، من عمليات طعن إلى عملية إطلاق النار في المدن الإسرائيلية أو على الطرقات في يهوذا والسمرة. إرهابيون مثل مدعو ضياح مرشا مرتكب العملية البشعة في بني براك، أو الإرهابي راعد حازم الذي قتل 3 إسرائيليين في تل أبيب. مخيم جنين يعتبر مستنقعا إرهابيا في منطقة مكتظة بسكان المدنيين. تعمل المنظمات الإرهابية على توجيه العمليات التخريبية وصناعة الأسلحة والعبوات الناسفة. فما هي المنظمات الإرهابية الأبرز العاملة داخل مخيم جنين؟ كالعادة الجهاد الإسلامي وحماس. في هذه البيانات يمكن ملاحظة حجم تحويل النشاطات الإرهابية وتمويلها من مخيم جنين، بالإضافة إلى نقل الأموال الإرهابية إليه، وفي صدارة تأتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين. أما بالنسبة إلى التهديدات الإرهابية داخل المخيم، فنرى في الصدارة إنتاج وتخبئة وتهريب الوسائل القتالية والعبوات الناسفة، ومن ثم وجود كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومسيرات درون لجمع المعلومات ولمهاجمة الأهداف والسيارات المفخخة وإلى آخره من التهديدات الإرهابية. في 24 من شهر مايو الأخير نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر هذا الفيديو إطلاق قذيفة بدائية محلية الصنع تحمل رأسا كرتونيا من منطقة جنين. فبغض النظر عن بدائية القذيفة وفشل المحاولة، لكنها تمثل ارتفاعا في وتيرة الإرهاب ومحاولاته. في الآونة الأخيرة تعرض أيضا بعض البلدات الإسرائيلية المتاخمة أو القريبة من منطقة جنين إلى عمليات إطلاق نار من جنين أسفرت عن أضرار مادية. إذن هذا هو الحال في محافظة جنين عامة وفي مخيم جنين على وجه الخصوص. منظمات إرهابية تعمل داخل مناطق سكنية، تستخدم المدنيين دروعا لها، تستغل فقر الشباب، حتى الأطفال باتوا أسرى التحريض الإرهابي لهذه الجماعات الإرهابية. أما نحن في جيش الدفاع فنحن نعمل لحماية مواطني دولة إسرائيل ولتعزيز الأمن في تلك المنطقة.